تعرف رياضة البنشاكسيلات بولاية صعيد إقبالا كبيرا للشباب، حيث يسعى النادي الرياضي الهوي أمل الربحية لبلدية ولاد خالد لاحتوائهم، إلا أن الرياضيين يعانون الكثير من المشاكل من حيث غياب أدنى شروط التدريب في القاعة، مما جعل نسبة التعرض إلى الإصابات في ارتفاع مستمر، ما يعرقل التحضيرات لبطولة الوطنية. التغطية لمحمد عمراني. ما شاء الله هنشوفوا إقبال كبير، عدد رياضيين عندنا حوالي أكثر من 50 رياضي، مع أنه شوف صالة ضيقة وما تتسعش لهذا العدد الهائل. نطلب من السلطات المعنية تشوف أحوالنا وتهيئ الظروف المناسبة باش نكملوا مشوار تاعنا تاع البطولة. هذه الرياضة مليحة وبغيت نترينيها، بصح الإمكانيات ما كانش تاع الطابي، نطلب من البلدية تجيب لنا طابي خاطر غير البارح طاح.